بطاقتك. كات يا ابني، بطاقتك ايه؟ بطاقتك ايه؟ حضرتك دي بتخوف اي حد حتى لو ورقه سليم كده. انت عامل مومية واحد ظابط في لجنة. والله مرعبة. انت بتعمل مومية في مقبرة. حاضر يا استاذ. انا اسف. خوفهم فضل. خوفهم ارعبهم من الجو اللي انت فيه. ركز تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ ما اتفقناش ولا كده. يلا إن عشنا وكلينا عمر هنشوف برنامج البلاتو مع أحمد أمين حصرياً على قناة النهار في شهر مارس. يا أساتذة يا أساتذة، ده معانا، ده معانا، ده يا أستاذ.